مرحبا سفينيا. مرحبا، صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا ميها، شكرا. شو كيفك؟ الحمد لله أنا منيح، شكرا. شكرا كثير. شو اسمك؟ اسمي سفينيا، وأنت؟ اسمي فادي، تشرفنا. تشرفنا، أنا مبسوطة لأحكي معك. وأنا مبسوط أحكي معك كمان، شكرا شكرا كثير. من وين أنت سفينيا؟ أصلي أنا من هامبورغ، هي مدينة كبيرة بالشمال الألمانية، وكبرت هناك وروحت على مدرسة هناك، وبعد المدرسة رجعت إلى مدينة صغيرة، وبعدين بالبرلين، وهلا سكنة بالبرلين على الأسماء بالألمانية. إيه صح. وأنت؟ أنت؟ حلو حلو كتير سفينيا. أنا أصلي من الشام، يعني من سوريا، بس صار لي ساكن بإيطاليا تقريبا 7 سنين ونص تقريبا. وين بإيطاليا ساكنة؟ حلو كتير سفينيا. أنا ساكن بشمال إيطاليا، بمدينة صغيرة قريبة من ميلانو. حلو. وشو بفكر من حتى مدينة؟ أكيد هي مدينة هادية كتير وحلوة كتير، فيها طبيعة كمان حلوة. أنا حلو. ساكن قريب من جبال الألب يعني، والحمد لله كل شيء تمام بهاي المدينة. ما في جبال بالبرلين أكيد، بس في الطبيعة كتير كمان، الهدية كتير، حتى حلو حلو ممتاز كتير في راي. ممتاز ممتاز فينيا. وانت شو بتشتغلي؟ أنا مهمية خصيصة الحقوق العمل، بس ما بيمثل المدير، بيمثل الموظفين والمجالس، وبيحب شغلي كتير، بس أحيانا لازم بشتغل أكتر من لازم. أكيد أكيد فيني، بس أنت ألمانية فمو مشكلة صح؟ صح، 100%. وأنت شو بتشتغل؟ ممتاز. أنا بشتغل أستاذ بالعربي وأحيانا كمان بإنجليزي، وإن شاء الله بعدين شوي بإيطالي كمان، بس بدرس أكتر شي شامي وفصحى كمان. أنت أستاذ حلو كتير. شكرا شكرا لك سفينيا، الله يخليكي. شكرا شكرا كثير لك، شكرا كثير لك. وانت سفينيا ليش عم تدرسي عربي؟ من قبل سنين عيشت من مارسيليا، حتى مدينة بالفرنسا، بس سنة عيشت بمنطقة عربية، وسكنت ببيتي مع شخص عرب، وكمان اشتغلت مع أناس عرب، وعشان هيك كل الوقت كان بدي أدرس عربية، وبحب كمان الثقافة واللغة كل شيء، بس صعب بفرنسيا أدرس العرب، وعشان هيك ما درست العربي، بس لما ارجت بالألمانية بلشت بالعربية، عملت دورة أول شيء، بس وسافرت على لبنان شوي،
وكمان هون عندي رفعة عرب و ممتاز صح. برافو عليك يا زوينيا، ممتاز والحمد لله. هلا انت بتحكي عربي تمام، ما في مشكله. ممتاز. طيب زوينيا، كم لغه انت بتحكي؟ الماني اكيد، حتى اللغه الامي طبعا، وكمان الانجليزي والفرنسية والإسبانية إيه صح وعربي كمان وعربي إيه. أها ممتاز. وأنت بعرف إنه تحكي العربي والإنجليزي والإيطاليا إيطالي إيطالي وشوي أو أكثر من شوي إسباني، يعني أنا بفهم إسباني، بس هلأ للأسف ما بحكي كتير. صح زفينيا، كتير حلو. طيب ممكن لو سمحتي زفينيا تحكي لي شوي عن مدينة برلين، لأنه أنت بالأصل من هامبورغ بس أنت هلأ ساكنة ببرلين، فممكن تحكي شوي عن مدينة برلين لو سمحتي. أكيد. بحب برلين كتير، حتى العاصمة بألمانيا وكمان أكبر مدينة. ما بعرف برأي في 4 مليون ناس اللي بيسكنوا ببرلين و سكنة بالشرق البرلين و هلا ما في فرق بين الشرق والغرب، بس قبل لما سكنت ببرلين في فرق كتير، عشان هيك كان بلاد مختلفة قبل، عشان هيك الفصل بين ألمانيا الشرق ألمانيا الغرب. أكيد. وبحب برلين كتير عشان هيك كل الناس منفتحين كتير، وفي أشياء كتير لأعمل، وفي الطبيعة كتير، الهدية، وفي النهار شوي. في هامبورغ حبتت كتير البحر، وما في بحر بالبرلين، بس طبعا النهار حلو كتير كمان. أكيد. وطبعا زفينيا ببرلين في عرب وفي سوريين كتير، فالحمد لله ممكن تحكي شامي مع السوريين ببرلين، صح؟ إيه صح. في منطقة عرب ببرلين، وفي ناس لبناني كتير، وهلا في السوريين كتير كمان، عشان هيك لازم انتشرك بسوريا السبب الحرب أكيد. طبعاً أكيد زفينيا، أكيد. طيب حلو كتير. زفينيا لو سمحتي، شو بتعملي أو شو بتساوي بوقت فراغك؟ أنا بحب كتير الرياضة وبتدرب أدفع عن النفس مثل 3 مرات الأسبوع، وحتى أحسن شيء في التال بالرياضة كمان. أنا منفوخة كتير كل الوقت، بس يعني وفي هذا كتير. وكمان بحب الرحلة أو السفر، بس غالي كتير أكيد. طبعا. بس بسافر مرة واحدة أو مرتين بالسنة بالبلاد مختلفة، وبحب التصوير كتير، وبالرحلة بعمل صورة كتير كمان. إيه. و
هذا أشياء مهمة وكمان بيحب تطلع مع رفقاتي أو بيأكل بالمطعم كل شيء مثل هذا. حلو حلو كتير حلو كتير فينيا، برافو عليك. بالحقيقة أنا ما عندي وقت فراغ كتير، بس لما عندي وقت فراغ أنا بحب واحد أتعلم أتعلم شيء جديد أكيد، واثنين أعمل شوية رياضة. بحاول أعمل كل يوم شوية رياضة أكيد، ممكن مثل 20 أو 30 دقيقة، ودائما مثل ما قلت بحب أتعلم شيء جديد، ممكن بالتكنولوجيا، ممكن شيء طبي، ممكن شيء ثقافي، ممكن شيء عن اللغات، عن اللغات كمان. حلو كتير. شو رياضة تعمل؟ هلا أنا بعمل كمال أجسام، ومن زمان عملت كمان كيك بوكسينج، فمثل الدفاع عن النفس شوي، وعملت كمان كروسفيت، وصح يعني رياضة هلأ شوي خفيفة إسبانيا، لأنه أنا شوي تعبان بهالأيام. حلو ممتاز جميل. ممتاز. طيب إسبانيا، أنت سافرتي لكم كم بلد سافرتي بخبرتك أو بحياتك؟ سافرت بلاد عربية كتير مثل المغرب والأردن ولبنان، وكمان أمريكا الجنوب كتير، بوليفيا وبيرو وكولومبيا، ومرة واحدة الصين وبالأوروبا كمان. حلو كتير. طيب أي بلد عربي أنت حبيتي أكتر شيء؟ برأيي لبنان. ليش إسبانيا حبيتي لبنان أكتر شيء؟ شو السبب؟ لبنان أصل نحفز من الأردن مثلا، وحتى برأي حتى حلو، وكمان في كل شيء مثل المدن كبيرة والسوق والجبل والريف والناس هباب كتير. ممتاز ممتاز فينيا، ممتاز كتير حلو. أنا كنت بلبنان مرتين، وكمان حبيت بالحقيقة ببيروت، وحبيت أكيد بيروت كمان. حلو كتير حلو كتير فينيا. طيب لو سمحتي ممكن كمان تحكي شوي عن عيلتك إذا بتحبي؟ علي سكنة لستنا بمدينة هامبورغ، ممتاز. يعني بس أبوكي وأمك إسبانيا صح؟ إيه صح. وعمي وخالي وكل كل كل أسري. عظيم. هامبورغ مو بعيد من برلين، بس ما بروح هامبورغ بس واحد من سنة، بس بتلفون عائلي كتير. ممتاز. أنا بنت واحدة، لا واحدة بس، ما عندي شو يعني ما عندك إخوات إسبانيا صح؟ إخوات، صح. ما عندي ما عندك إخوات وبيحب عيلي. صح. حلو كتير. طيب قديش عمر زينيا، قديش عمر أبوكي وقديش عمر أمك؟ أبي عمره 75، وأمي 74. ما شاء الله حلو كتير. وهنن زينيا هلأ بيشتغلوا أو خلاص هنن متقاعدين وبس؟ لا
لا بشتغلوا بسبب الأمر أكيد بس شو اشتغلوا زفينيا؟ بيخلصوا الشغل. حلو كتير. شو اشتغلوا زفينيا من زمان؟ شو اشتغلوا؟ أمي كانت معلمة. حلو كتير. وأبي كان قاضي. ممتاز. أوكي، فأبوك قاضي وأنت محامية زفينيا، فممتاز. حلو كتير، حلو كتير. طيب زفينيا، تشرفنا وشكرا كتير إليك. إيه، شكرا، شكرا كتير. أنا مبسوطة كتير. الله يخليكي، وأنا كمان زفينيا، وإن شاء الله بشوفك درسنا الجاي زفينيا، إن شاء إيه الله. صح. إن شاء مع الله. السلامة. مع السلامة زفينيا، الله معك.